احنا سعيدين فعلا بالحضور المشاركة في المجالس هذه الرمضانية، وهذه مجالس خيرة، ونتشرف ايضا نلتقي بالقيادة وكبار الشخصيات والاشخاص والمواطنين. وانا لاحظ السنة اكثر ما اقتصرت فقط على البحرينيين، حتى كثير من السفراء بكثرة والجاليات الاجنبية يحبون يتواصلون فيها. هذه فعلا عادة حميدة، وإن شاء الله نحافظ عليها، لأن إحنا شفنا آبائنا وأجدادنا يحافظون على الزيارة والتواصل، وإن شاء الله إحنا أيضا نتواصل في هذه ونعلم أولادنا في المستقبل أن يواصلون الزيارات والتواصل.